السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالضيوف الكرام والحضور الكريم، أتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير. نلتقي اليوم في حلقة جديدة من حلقات مشروع إسماعيلي الذي تنفذه جمعية كيس غناس للثقافة والتنمية ضمن برنامج مشاركة مواطنة الذي هو ثمرة شراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات بين مع البرلمان والمجتمع المدني سابقاً والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. يهدف برنامج مشاركة مواطنة من خلال مشروع إسماعيلي إلى خلق بيئة محفزة وتعزيز المشاركة الشبابية في جهة الشرق لضمان الحضور الفعلي والتفاعلي والفعال في مسارات صنع القرار، مع تعزيز قدرة الشباب على التواصل والتعاطي مع مختلف قضايا الشأن المحلي. موضوع حلقة اليوم موضوع يفرض نفسه وبشدة. الشباب، القيم وشبكات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أضحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فاعلاً رئيسياً في إحداث التغيير وقلب الموازين على مختلف المستويات الحياتية، ولا يمكن لأحد منا إنكار الدور القوي الذي تخلقه مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العالم ككل يدور في فلك الإنترنت والرقمنة. سهلت مواقع التواصل الاجتماعي من جهة عملية التشاور والاستفتاء واستقصاء الأخبار والابتكار والإبداع والتعلم وخلق التوجه، ومن جهة أخرى فتحت نوعاً جديداً من الصراعات والتحديات والإكراهات المترجمة على منصاتها، من أهم مفرداتها الكراهية والعنف اللفظي والوعي السطحي والعشوائية ونقل المعلومات دون حس المسؤولية والأفكار والقيم. وكشباب، لتجنب مخاطر هذا مواقع التواصل الاجتماعي يجب بناء سياسات عمومية تكون ذات فائدة للشباب بدرجة أولى، تنطلق من الإشراك الفعلي والحقيقي للشباب في صناعة وتتبع السياسات العمومية من خلال تعزيز ثقافة الشباب ورفع مستويات الخطاب الثقافي للمؤسسات التربوية والتعليمية والدينية ليكون لها دور حاضن للشباب. بعد تقديم أرضية حلقة اليوم وقبل المرور إلى معالجة موضوع اليوم، أعطي الكلمة للسيد مدير أو السيد رئيس جمعية كيس غناس للثقافة والتنمية السيد سلام أمختار. شكرا لك السيدة المسيرة، شكرا للمشاركين في هذه الندوة التفاعلية الثالثة التي هي حوار شهري تفتحه جمعية كيس غناس للثقافة والتنمية للحديث عن القضايا المرتبطة بمشاركة الشباب وب المشاركة المواطنة للشباب التي تندرج في إطار مشروع إسماعيلي، الذي هو مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مشاريع مشاركة برنامج مشاركة مواطنة الذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المعروف اختصارا بلينوبس. هذا المشروع الذي غايته حسب الأهداف التي وضعته جمعية كيس غناس للثقافة والتنمية أنه يهدف إلى تنمية وتعزيز التزام المواطنات لدى الشباب والشابات المنتمين لإقليم الناظور وأزغنغان بشكل خاص، لتطوير قدراتهم ضمانا لمشاركتهم الفعالة في مسارات صنع القرار. كما أن هذا المشروع يهدف أساساً كذلك إلى المساهمة في تكريس المشاركة المواطنة للشباب والشابات وإشراك فعاليات المجتمع المدني بمختلف تلاوينهم وهيئات التشاور أساساً في تتبع الشأن المحلي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمجال الترابي للجماعتين التي يستهدفهما هذا المشروع. كذلك يستهدف تقوية وتعزيز قدرات الشباب في التواصل ليمكنهم من تملك القدرة على تواصل من شأنه
أن يجعلهم قادرين على التعبير والتعاطي مع مختلف القضايا والأسئلة ذات الصلة بالشأن المحلي وبمشاركة الشباب. حاولنا اعتماد تقنية جديدة في التعاطي مع هذه القضايا من خلال خلق منصة تفاعلية والتي هي جزء مركزي في هذا المشروع، وليست حلا استثنائيا في سياق كوفيد 19، بل هو تصور مسبق من أجل إعطاء أهمية لهذه الأدوات التواصلية المبنية على التكنولوجيا. أود أن أشكر كل من ساهم وكل من سيساهم في هذه اللقاءات الشهرية التي من خلالها نود في جمعية إسرائيل الثقافة والتنمية أن نؤسس لعرف جديد قد يكون فرصة للنقاش، فرصة لتبادل الرأي حول مجموعة من القضايا التي تشغل اهتمامات الشباب، نظرا للدور الذي يلعبه الشباب على مستوى جميع ما يرتبط بتدبير الشأن المحلي، خاصة وأن جهة الشرق بشكل عام وإقليم الناظور يزخر بكفاءات من الشباب ومن الشابات والذين يمكن لهم أن يساهموا بالفعل في إحداث تحولات مجتمعية تنصب في اتجاه خلق بدائل تدبيرية على مستوى الأداء الترابي وعلى مستوى بلورات السياسات الترابية والسياسات المحلية. شكرا لإينوبس التي تدعمنا في هذا العمل. شكرا لكم ولكن الذين واللائي يساهمنا في هذا النقاش. شكرا لكل المشاركات والمشاركين، ولا أطيل عليكم بالكلام، متمنيا لكم التوفيق في هذه الندوة، وأشكر المتدخلين وأشكر كل من إدريس الفاتح وكذلك الصديق العزيز رمسيس بولعيون الذي وموقع الذي ينتمي إليه ناظور سيتي، الذي ما لبث يواكب أنشطة الجمعية وكل ما تقوم به الجمعية خدمة لقضايا التنمية المحلية بالإقليم. لكم الكلمة سيدتي سادتي. جميل، شكرا، كل توفيق سيد الرئيس جمعية تسغنس للثقافة والتنمية، وأحوجنا لمبادرات كهذه. المرور ونعطي الكلمة للسيد المنسق الجهوي لبرنامج مشاركة مواطنة في بنيون تسغنسي، الكلمة لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. راه غادي يلتحق السي بجونس واحد اللحظات ويلتحق، وشكرا على الى ممكن تمر شي مداخلة اخرى. طبعا واخا طبعا شكرا. شكرا، بارك الله فيك. نمر الكلمه للسيد المكلف بالتواصل بالمديريه الاقليميه لوزاره الشباب والرياضه بالناظور سي سعيد، الكلمه لكم. سي سعيد، ديزاكتيفي الميكرو. سي سعيد ديزاكتيفي الميكرو، اكتيفي الميكرو بليتو، اكتيفي الميكرو. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا الصوت مسموع على بركة الله. السيد رئيس جمعية سغناس الأستاذ عبد السلام المختاري، السادة الأعضاء وأطر الجمعية، السيد رمسيس بو العيون، السيد إدريس الفاتح، الآنسة أحلام مساعد، السادة المشاركين في مشروع اسمع لي، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي في بداية أن أبلغكم تحايا السيد المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة السيد سعيد بوحميدي، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي المديرية الإقليمية بالناظور، متمنين لكم كل التوفيق لأشغال هذه الندوة الرقمية ولكافة مكونات المشروع الذي وفقتم صراحة وبلا شك
في نسج أهدافها، ولعل الاسم إسماعيلي يترجم كل الأهداف التي يمكن أن نعلقها على هذا المشروع ضمن برنامج كبير مواطنة. إذن كما لا تفوتني الفرصة لأشكر كل الداعمين والمساهمين لمثل هكذا مبادرات اجتماعية ثقافية وتربوية التي تخدم صفوف الشباب. لعل التذكير بعنوان ندوة الشباب القيم وشبكات التواصل الاجتماعي يجعلنا أمام موضوع كبير وذو رهينية أكبر، والذي يعكس بشكل ملموس حرصكم واهتمامكم بشريحة مجتمعية تعتبر رصيدا ثمينا للوطن وواحدا من أهم مقومات نهضته التنموية. وهذا هو مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والموجه للأمة بتاريخ 20 غشت 2012 بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث يقول صاحب الجلالة نصره الله: يجب التعامل مع الشباب كطاقة مفعلة للتنمية. كما أن دستور 2011 خص الشباب بمجموعة من المقتضيات والأحكام مهمة تعتبر فارقة في تاريخ المغرب، وبالتالي فالحديث عن الشباب ليس حديثا عابرا عن مرحلة مفصلية فاصلة بين مرحلة الطفولة بل وتعتبر مرحلة مفصلية في حياة الفرد والمجتمع، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم ليطلعوا بأدوارهم الاجتماعية في مختلف مناحي النشاط الإنساني. ولعل مشروعكم الجمعوي يطمح لهذه الغاية وأكثر، منطلقة من خدمة الاستماع كحلقة أولى وأحد أهم الخطوات العلمية والعملية لتحقيق المشاركة المواطنة للشباب. فالاستماع يفتح آفاقا واسعة أمام الشباب للبوح بالصعوبات التي تعتريهم، وكذلك التعرف على أولوياتهم وطموحاتهم، وهو ما يتقاطع شكلا ومضمونا مع عنوان هذه الندوة. حيث كما تعلمون حضرات السيدات والسادة أن شباب اليوم له خصوصيات فريدة ونوعية بالمقارنة مع جيل الشباب خلال القرن الماضي، إذ أن شباب اليوم يعيش في زخم المعلومة التي تتصدر عليه من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل سؤال القيم سؤالاً مشروعاً وذو دلالة واضحة المعالم. حضرات السيدات والسادة، لعل التطورات التكنولوجية الحديثة شكلت ثورة سريعة الانتشار وساهمت في تطور وسائل الاتصالات، حيث انتشرت في كافة أرجاء العالم وربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع، وألغت العنكبوتية حدود الزمان والمكان، وقربت المسافات بين الشباب صغير العالم وجعلته قرية صغيرة. وقد تحولت هذه المواقع في الآونة الأخيرة بكافة أنواعها إلى أداة للتأثير على الشباب بشكل خاص وعلى منظومة القيم بشكل عام. وإذ لا يتسع المجال صراحة لذكر الآثار الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وهي كثيرة بطبيعة الحال، اسمحوا لي أن أكتفي في هذا المقام بالقول بأن قطاع الشباب والرياضة ووعيا منه بأهمية هذا المكون الذي يشكل مؤسسة اجتماعية قائمة الذات، فإنه اعتمد مجموعة من المقاربات لانفتاح أكثر على شريحة الشباب من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وإنتاج موارد رقمية أكثر جاذبية ومفعولية. وفي الأخير لا يسعني إلا الشكر الجزيل لجمعية سغناس على رأسها السيد عبد السلام المختاري، والذي ما فتئ أن يعودنا على إثراء مثل هكذا أنشطة وبرامج بناءة ومترامية الظلال على مختلف الشرائح المجتمعية. والشكر موصول بالسادة ضيوف هذه الندوة الرقمية، السيد بولعيون رمسيس الوجه الإعلامي المتألق، والسيد إدريس فاتح الفاعل الجمعوي المشرف، والأخت المقتدرة والطالبة أحلام مساعد سعيد. شكرا لكم بلا ضفاف، والكلمة لكم. شكرا سي سعيد، شكرا لكلماتك المشجعة. إن شاء الله كلنا أمل غد أفضل، كلنا أمل في شباب الغد. أستاذ بن يونس نسمي، هل التحقت بنا؟
السلام عليكم أستاذ أحلام. وعليكم السلام. أعتذر بداية، كان أعتذر على هذا التأخير نظرا للمشكل التقني. بغيت في البداية نتوجه بالشكر لأعضاء وعضوات جمعية تسغناس للثقافة والفن على الدعوة ديالهم، وتحية طيبة جميع المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء، والأساتذة والأستاذات المتدخلين تحية لك. وبغيت كذلك نشكر الجمعية على الجهد اللي كتبذلوا على الالتزام ديالها في هذه الظروف الحالية من أجل إنجاح المشروع. أنا بجد سعيد بالحضور معكم في هذه الندوة التفاعلية حول موضوع الشباب، القيم وشبكات التواصل الاجتماعي. أكيد أن هذا الندوة والمشروع كامل غادي يساهم في تكريس المشاركة المواطنة للشباب والشابات ديال الجهة الشرقية، مع إشراك فعلي وفعال ديال المجتمع المدني بمختلف المكونات ديالو، وكذلك الآليات اللي جا بها الدستور ديال 2011، آليات التشاور وهيئة التشاور في تتبع الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، سواء بإقليم ديال الناظور ولا بالجهة الشرقية ككل. كما قلت، أنا جد سعيد بحضور معكم هذا اللقاء ومع السادة المتدخلين. تحية خاصة لإدريس فاتح هادف، فاعل جمعوي، على كل العمل اللي كيقوم فيه، على سواء على مستوى عمالة إقليم وجدة، ولا على مستوى الجهة الشرقية، ولا على المستوى الوطني. إدريس فاتح هو واحد الشاب، واحد وجه مشرف للجهة الشرقية، والطريقة اللي كيحمرنا وجهنا فاش كيمشي يمثل هاد الشباب والشابات ديال الجهة الشرقية في مختلف الملتقيات والمنتديات، على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. تحية كذلك لسي سعيد المسيح، ممثل على المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بالناظور. تحية لسي بوالعيون، وتحية لك أستاذة أحلام، وكنجد كذلك تحية الأعضاء وعضوات جمعية تسغناس للثقافة والفن، والفريق كذلك اللي كيشتغل في إطار مشروع إسماعيلي. ومن هذا المنبر كنتمنى لكم التوفيق في تنزيل أنشطة المشروع والنجاح كذلك، والمزيد من التألق في المشاريع ديال الجمعية. وشكرا لكم على الكلمة. شكرا سي بنيوس زناسني، شكرا لمرورك الطيب، ورحب بالمشاركين اليوم في هذه الحلقة من حلقات مشروع اسمعني. سيد رمسيس بولعيون، صحفي ورئيس قسم تحرير ناظور سيتي، وسيد إدريس الفاتح الهادف، المنسق الجهوي لبرنامج دعم المبادرات الشابة. خلال هذه الحلقة سنعالج موضوع، أو قسمنا في ندوة اليوم الموضوع إلى ثلاثة محاور. المحور الأول يعالج مدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المنظومة القيمية للشباب. المحور الثاني كيفية التعاطي مع الأخبار الزائفة والتحقق من مصدر الخبر الصحيح قبل نشره. وأخيرا مدى وقع شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة القرار. وجه الإشكالية الأولى مباشرة للسيد سعيد المسيح. في ظل هذا الاتساق الوثيق لنا كشباب شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، هل مواقع التواصل الاجتماعي هي فرصة يتشبث الشخص بمبادئه وقيمه وكل مواقع متدني، أم بدأ الأمر يظهر جليا أن حصل نوع من التدني انطلاقا مما نرى ومما يعاش على منصات مواقع التواصل الاجتماعي؟ سعيد المسيح، الكلمة لكم. شكرا الأخت أحلام. بطبيعة الحال كما سلف الذكر بأن وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد مسألة اختيارية، بل أصبح واقع المعاش. وحتى تسمية تحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي كعالم افتراضي، بالعكس كنقولوا بأنه اليوم في القرن 21 في ظل التطورات هذه كلها كنعيش عالم واقعي، عالم حقيقي، عالم مباشر، بحيث يتواصل الشباب من مختلف مشارب العالم. وبالتالي بلا شك أن هذا التواصل هذا عنده تأثيرات بطبيعة الحال تختلف حدتها من شاب إلى آخر بحسب نمط ديال الاستعمال، وبحسب يعني الانفتاح ديال الشباب عبر هذه الوسائل. ولكن عموما يمكن أن نحدد هذه الآثار في مجموعة من النقاط نجملها فيما يلي. أولا على مستوى الجانب النفسي،
حيث أنه كما تصنف اليوم منظمة الصحة العالمية بأن الإدمان على الإنترنت فيما في حدود 3 ساعات فأكثر، فيعتبر ذلك الشخص مدمن نفسيا. ونحن أمام مجموعة من الإحصائيات والأرقام التي تتناول الإقبال المضطرب والإقبال المتزايد لفئات عريضة من الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل ذلك عرضا ولا حدثا مرضيا نفسيا لدى مجموعة من الشباب. كذلك من الآثار السلبية كذلك هو أنه على المستوى الاجتماعي نجد أن مجموعة من الشباب يعيش اليوم في خضم عزلة في وسط عالم مركب، أي أنه وسط المنزل قد يكون هناك تناثر اجتماعي، تنافر من ناحية العلاقات الاجتماعية، اضطراب ما يتعلق بالعلاقات الزوجية ما بين الأقران، بالتالي اجتماعيا حدث لنا واحد الخلل. ثم على المستوى البيولوجي كذلك ممكن نقول بأنه وسائل التواصل الاجتماعي لعب واحد الدور كبير في إعادة الريتم ديال الحياة ديال الإنسان من خلال مثلا ساعات النوم. فكما تعلمون أنه مجمل الذي يقبل على وسائل التواصل الاجتماعي يقبل عليها في ساعات متأخرة من الليل، وهناك دراسات علمية كذلك تشير بأن النوم في حدود الساعة 9 إلى 10 صباحا يضفي على الإنسان صحة واتزان ومجموعة من المعطيات التي تفيد أن النوم باكرا يعتبر يعني محدد من المحددات الصحية. ثم على المستوى المهني نرى بأنه يعني مجموعة من المؤسسات الإنتاجية سجلت ربما مجموعة من الملاحظات فيما يتعلق بمردودية الشغيلة داخل هذه المؤسسات المهنية، ولكن في المقابل فإن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح بديلا عن مجموعة من المؤسسات، أصبح بديلا يتواصل فيها شرائح واسعة من المجتمع، يكون فرصة باش يستثمر المنتوجات ديالو، باش يحقق الأرباح، باش فرصة كذلك لإنشاء علاقة. وبالتالي كما قلت لكم في بداية هذا الندوة بأن التأثيرات ديال وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب تضطرب من شاب إلى آخر بحسب إقبال الفئات المستهدفة عليها. شكرا. حتى لا أطيل وألتزم يعني بعنوان هذا المشروع، هو اسمع لي يعني احنا نسمعوا الأصدقاء ديالنا والزملاء ديالنا والأساتذة ديالنا في هذا المضمار ونتفاعلوا إن شاء الله فيما يأتي. شكرا بارك الله فيك. الكلمة الأستاذ الفاتح الهاد المنسق الجهوي لبرنامج دعم المبادرات الشابة، أستاذ ما رأيكم في تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المنظومة القيمية للشباب؟ السلام عليكم. شكرا أحلام، شكرا سي مختاري، شكرا بن يونس صديقي العزيز، شكرا سعيد المسيح على المداخلات ديالكم، شكرا للحضور الكرام. سي بوالعيون السلام عليكم. أنا ما كنظنش بأن القيم دارت سامبلومون باش نتشبتوا بها، ولكن القيم هي واحد درع واقي في واحد المجتمع كيف ما كان. فديرك من بعد الشباب وكل فترة عندها واحد القيم ديالها اللي كتكون أولوية. من بعد فاش كندخلوا للمواقع التواصل الاجتماعي كنلقاو ثلاثة ديال الأنواع. كنلقاو الناس اللي عاد في طريقهم، شباب اللي في عاد طريقهم في البحث عن الذات وعاد كيبنيو الشخصية ديالهم وشنو هما المبادئ ديالهم وشنو هما القيم. وكنشوفوا واحد الناس اللي عندهم قيم ومبادئ اللي كيحاولوا انهم يتشبتوا بهم ويحافظوا عليهم في هاد العالم اللي هو كيبقى فيلنيرابل كومين، كيبقى دائما ضعيف
وكيضعف من المقاومه ديالنا بارابور لهاد الحوايج هادو، وكنلقاو الناس اللي عندهم قيم ومبادئ وكينشروها، ما كيحتفظوش بها لراسهم كينشروها. بمعنى هاد الثلاثه ديال الناس كل واحد خصنا نكونوا عاطينو الادوات اللازمه باش يعرف شنو يقدر يقرا وشنو يقدر يفهم من داكشي اللي كيشوفو في مواقع التواصل الاجتماعي. مالوغوزمون التربيه ديالنا حنايا ما ركزتش بزاف على باش تعطينا الادوات باش نقراو صوره، ولا واحد الصوره كيفاش نديروا لها التحليل، ولا واحد لو تيكست كيفاش نديروا له التحليل. هادشي اللي خلى ان بزاف ديال الحوايج كيتراكموا وكيعطيونا واحد كيخليونا نبتعدوا بزاف عن القيم. يعني الا ما كانش داك التساؤل الشخصي ديال كل شاب وشابه في التعامل ديالهم مع وسائل التواصل الاجتماعي، غادي يبقاو كيستهلكوا دوك المعلومات باي طريقه، اللي غادي يربي عندهم سوا داك لو راسيزم، العنصريه ولا العين الحقد، ولا كنهضروا على بزاف ديال الحوايج. مثلا فاش كنكونوا نفوتوا في وسائل التواصل الاجتماعي، كنقدروا نطيحوا في واحد العبارات اللي هي كتبخس من قيمه المراه في المجتمع، ولا كتقيس شي بطريقه عنصريه واحد الاقليات في المجتمع ديالنا، ولكن واخا هكا ما كنديروش ردود فعل اللي هي لازمه. بعنا هذا الدور ديالنا كاملين، لاننا فاش كنطيحوا في بحال هاد المواقف ما كنديروش ردود فعل، كنخليو داكشي كيتفاقم، كنخليو الموجهات تدي عدد كبير من الشباب ديالنا. الحاجه الثانيه كنظن باللي اليوم حنا كنحاولوا ما امكن اننا نادابطيو الهضره ديالنا للشباب، لان فاش كنديروا مثلا مواضيع وكنتريتيو فيها بحال هاد المواضيع هادو، الا هضرنا واحد اللغه ما كيفهمهاش الشباب، معنا ما نديروا بان لا سيبل ديالنا الاولى ما حضراش وما غتفهمناش. هنا كنحاولوا ما امكن كنشوفوا واحد البرامج اللي داخله في اطار التعاون الدولي، ولا برامج ديال بعض الوزارات اللي كتحاول انها تدرج ولا تدير بلغه اللي كيفهمها الشاب في منطقه معينه باش يقدر يوعيه. لان الا بقينا كناخذوا الشاب على اساس انه موضوع للنقاش، هذه ماشي مزيانه، لان كيبقى موضوع مجرد موضوع للنقاش كنناقشوه في البرلمان، ولا كنناقشوه في لي كوميسيون ناسيونال، ولا في الوزارات، ولا في المجالس الوزاريه والحكوميه، وهو اللي هو لاسيبل ديالنا كيكون بعيد وما كيعطيش الراي ديالو. لان هنا فاش كتجي سمعني صديق، خاصنا نحطوا اون بلاتفورم فين نقدروا نهضروا مع الشاب، ولكن بلا ما نعطيو له دروس، لان احنا ماشي احسن موحدين نقدروا نعطيو له دروس، لا، نعطيو له الادوات اللازمه اللي تمكنوا انه هو بوحده يبني الشخصيه ديالو، يحلل لو كونتوني المضامين اللي كتكون في وسائل التواصل الاجتماعي، ويحل هو يسائل نفسه شنو هو المزيان وشنو هو اللي ما مزيانش، وشنو هي الصوره اللي بغى يعطيها لراسو، انطلاقا من انه يحط المبادئ والقيم اللي باغي يدافع عليها ويرد منها درع واقي وصلب قدام كاع هاد الحوايج اللي كيصراو لنا، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في المقاهي، سواء في اي بلاصه كنخرجوا لها. وشكرا. شكرا لك سي الهاد، فعلا السؤال دائما كان فرصه والسبيل الوحيد للنجاه. المرور الاشكاليه الثانيه اللي تمحور حول كيفيه التعاطي مع الاخبار الزائفه والتحقق من مصدر الخبر الصحيح قبل نشره، موجه هذا الاشكاليه موجهه للسي رمسيس الصحفي رئيس قسم التحرير نادور سيتي. سي رمسيس، اخبار زائفه اليوم تشكل نوعا من الحروب الجديده وتعرف انتشارا اسرع من الخبر الحقيقي، ربما لان الشخص الذي ينشر هذا الخبر او يذكر هذا الخبر لا يكتري يلقي به في منصه التواصل الاجتماعي ويمضي، وربما ان الدهشه والخوف اللصقان بهذا الخبر يجعل منه يعني يساعد على تضخمه وتداوله بسرعه. الكلمه لكم سي رمسيس. بدايه تحيه لكم، تحيه لجمعيه تسغناس، تحيه لجميع المتدخلين، وشكرا على هذه المبادره هذه، لانها من غتعاوننا بزاف من اجل التواصل، وكنتمنوا انها تكمل. غي استاذ احلام، اذا كان ممكن غي واحد الباساج صغير على المحور الاول، غير صغير، واحد الاضافه صغيره، ملي كنهضروا على القيم والتواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي. يعني خصنا نعرفوا بانه، وكان اشار لها السي دريس مر عليها، انه الان التواصل الاجتماعي عوض ما تبني لنا قيم
ديال الحريات، القيم ديال الإخاء، ديال المحبة، لقينا أنها كتغذي قيم أخرى ديال الكراهية، ديال التطرف. كتلقى مثلا غير مثال بسيط وغنمر عند المحور الثاني، كتلقى مثلا كيجي واحد كيحط واحد لا فيديو كيناقش على شي موضوع، كتلقى في لي كومونتير واحد الصراع كبير، واحد يقول بعيدا عن الموضوع اللي تحط، واخا يكون شي موضوع اللي هادف، كيجي واحد يقول له لا راه انت هذا كيجي كتنوض واحد الصراعات تما، واحد الحقد كيتبنى مع الاسف، ماشي من اجل هذا الشيء اللي جات مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه للمحور الثاني ومحور الاشاعه، وعشنا في هذه الظرفيه هذه الاخيره ديال انتشار فيروس كورونا، عشنا واحد الانتشار المهول للاشاعه بكميه كبيره جدا. يعني هذه الفتره هذه كانت واحد الفتره اللي عرفنا بان الاشاعه والاخبار الزائفه والكاذبه كيفاش كتنتشر. انا اشبه هذا دائما بحال ديك كره الثلج، كنشبه الاشاعه والاخبار الزائفه بحال ديك كره الثلج اللي كتبدا من الجبل، كتبدا صغيره، كيكون واحد جالس ما لا قيمة يدير، باغي يصنع واحد لو بوز، باغي يصنع شي حاجه، باغي الناس يعرفوك، كيلوح واحد الخبر اللي لا اساس له من الصحه. ولا حاولنا نشوفوا شنو هما الاخبار اللي كتكون بكثرة، أخبار زائفة اللي كتكون بكثرة، غالبا تكون الأخبار المتعلقة بالفضائح والوفيات ولا شي حاجة. ما كتلقاش خبر مثلا تخبر زائف ولا إشاعة يعني ذو قيمة، كتلقى دائما أنه الأخبار الفضائحية هي اللي كتكون يعني هي اللي كتنتشر بسرعة وكتكون كاذبة. علاش؟ كما قلت بأن كنشبهها بحال كرة الثلج، لأن خصنا نعرفوا بأن وسط مواقع التواصل الاجتماعي كاين واحد يعني جميع شرائح المجتمع، كما هو هذا العالم، كما هي المدينه، كما هو مصغر، يعني كاين واحد اللي ما قاريش، كاين اللي قاري، كتلقى واحد كبير، واحد صغير، واحد متبع اش كاين. كيجي واحد مثلا كيلوح لك واحد الخبر اما بصيغه فيديو، دابا اصلا ولاو كيستعملوا هذه التقنيه ديال اعطاء الاشاعه في الفيديوهات. مثلا يجي يقول لك اودي راه مثلا في مدينه الفلانيه راه لقاو مثلا نهضروا على واحد الظاهره، انا كنعتبرها حتى هي درتوها. تخيل كيفاش ان واحد السيد قال لهم راه كاين واحد الكنز في واحد الجبل، هذه اشاعه، وشوف شحال من واحد تبعوه في الواقع. الاكثر من هذا منين انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي، لقينا بزاف ديال الناس اعتمدوا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يتبعوا داك السيد مول الكنز، الا كتذكروا هذه الواقعه هذه اللي كانت انتشرت بزاف في المغرب. يعني ان الاشاعه اليوم كتغدى منا، حنا نكونوا يمكن حنا كافراد كنثيقوا بعض المرات في الاشاعه، لهذا مواقع التواصل الاجتماعي ما نقدروش نعتمدوها كمصدر رسمي او مصدر صحيح للخبر. يعني اي واحد ان ستاتيو فيديو خص ضروري قبل ما نبارطاجي انا، قبل ما ننشرو انا، قبل ما نقول ولا راه هادي وقعات، ولا نعاودو لشي واحد باش هو يهزو يعاود عاوتاني، خصني نتحرى في الامر. لان فعلا مواقع التواصل الاجتماعي هي مصدر مهم للخبر، مثلا دابا حنا في الصحافه نعتمد بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي في الاخبار، نعتمد عليها لانها كتشكل واحد المجموعه، واحد الفئه كبيره اللي يقدر انها كتولي عندك مراسلين في جميع المناطق من غير انه ما يشتغل معك في المؤسسه الصحفيه ولا في الموقع. ولكن انه معناه انه ينشر، تشوف خبر مثلا نشروا واحد في ديك المنطقه، عوض ما غتهزوا، وهذا مع الاسف يحدث كثيرا، مع الاسف يحدث كثيرا ويتكرر مع منابر اعلاميه سواء محليه سواء وطنيه حتى دوليه. بعض المرات الاشاعه تنتشر حتى عند المواقع الدوليه، لان بنادم ما كيهزش المعلومه ويمشي يتاكد، كيشوف ان الخبر هو سبق صحفي كيمشي ياخذو، اما كيبارطاجيه عنده كصحفي في الميغ ديالو، يعني الناس كيثقوا فيه كيتبعوه، كيمشي انه صافي كتولي معلومه مؤكده، في حين انه خبر زائف. كما قلت ان هذه القضيه هذه وقعت بزاف في مؤخرا مع كورونا، كل يوم
كنا كنسمعوا بانه حالات اللي فين هي كتعيط للمصادر الرسميه كيقول كتقول له دير بارطاجي وسط مواقع التواصل الاجتماعي كيقول حنا ما عندناش هذا الشيء ما سمعناش به ولا حالات وفاه ولا يعني كاين ناس مع الاسف هذا هو لو بليزير ديالهم هذا هو الهوايه ديالهم هي نشر اخبار زائفه بعض الاحيان كيكونوا اخبار يعني زائفه اهداف مثلا اما محاربه جهه معينه اما انه ينشر اشاعه باش يضرب شخص اخر انه يصور فيديو ولكن بتقنيه المونتاج كيقطع هذه ويقطع هذه عادي يلونسيها باش انت كتيق لهذا هنا على 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 الناس انه خصوصا مادام كنهضروا على الشباب على الشباب خصوصا ماشي داك الكليك ديال البارطاج واخا راه غراتوي ولكن راه عندك نرجعوا للقيم راه عندك مسؤوليه كبيره عندك مسؤوليه كبيره انك تقدر تضر اشخاص تقدر تضر مؤسسات تقدر تضر حتى راسك بنشر خبر اللي زائف لهذا دائما في هذه القضيه هذه يجب التحري تشوفها ممكن كصحفي كشاب تحاول تاكد من مصدر المعلومه تحاول تسولو لان شي مره غير كتسول داك صاحب المعلومه غيبان لك كيتلف الهضره غتعرف بان القضيه فيها اشاعه غتحاول تشوف ناس اخرين اللي عندهم مصداقيه طلع على لي مور ديالهم تشوف واش فعلا ديك القضيه تناولوها خصوصا اذا كانوا في ديك المدينه ما كنقولش بانه الصحفي ولا انه مدون ولا راه معصوم من الخطا ممكن انه يوقع في الخطا ولكن على الاقل كتلقاه منين كيوقع في الخطا كيتراجع وكيصحح لهذا اليوم كنعيشوا واحد الظاهره اللي كبيره ديال الاشاعه غير مؤخرا حنا في مدينه الناظور كل يوم عندنا اشاعه ديال فتح المعبر الحدودي ديال بنينصار كل يوم كتلقى شخصيا مجموعه ديال الاتصالات ومساكن هذوك كيعانيوا يعني راهم في بلاصه اللي كيعانيوا فيها وكنعطيوهم امل زائف كنقول لك راه شفت في الانترنت بان غيفتحوا لنا غدا الحدود راه شفت في الانترنت بلي مع الساعه وكينتقلوا حتى للحدود مساكن مع ولادهم صغار يعني هذا هو الضرر اللي كتسببوا الاشاعه هذا هو الضرر اللي كتخلي الاشاعه انها تكون عندها اشياء سلبيه في كثير من الاحيان تقدر تؤدي لكوارث مع الاسف وشكرا شكرا سامسيس فعلا للإشاعة أثار وأضرار فظيعة نمر لآخر محور حلقة اليوم وطبعا دائما في استقبال أسئلة المشاركين بخصوص موضوع الشباب القيم وشبكات مواقع التواصل الاجتماعي حين نقول ما خلى مجال من أثر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي أول مجال يغمرنا هو المجال السياسي طبعا هل مدى وقع شبكات التواصل الاجتماعي على صانع القرار الكلمة لكم استيلهاد صانع القرار بعدا كنظن أن خصنا نهضروا على شكون هو صانع القرار في البلاد هذه وكيفاش هو كيتعامل مع لي ريزو سوسيو لأن إلا شفنا في المغرب عامة مخالفة مع البلدان الأخرى كنلقاو واحد الاختلاف أن الواتساب هو لو ريزو سوسيال لو بلوز يوتيليزي هو الأكثر استعمالا في المغرب هذا أولا أنا غادي نبقى نهضر دائما مع علاقة لي ريزو سوسيو الشباب وصانع القرار باش ما نخرجش على الموضوع لأن الشباب اليوم شنو هي الطموحات ديالهم وشنو هي الطلبات ديالهم واش فاش غيدخل مثلا واحد صانع القرار مصنع القرار يدخل شي فيسبوك ولا شي انستغرام ديال شي شاب غيلقى فريمون شي حاجه اللي غادي يتبازى عليها باش ياخذ القرار ديالو ولا غادي يلقى بالعكس ضعف كبير عند الشباب اللي غيخليه يستغلو باش يدير ما بغى سواء في الانتخابات سواء في القرارات اللي كيدي مع الاسف ان الاغلبيه ديال الشباب ما كيامنوش بان الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي راه هي اول صوره ديالهم الا كنا نهضروا على البراندين وليماج دو مارك ديال كل واحد راه هي اول صوره ديالنا راه كنهضر دابا بو العيون وكيقول باللي خاصك تدخل الفيسبوك ديال الواحد باش تعرفوا واش كيجيب اخبار دقيقه ولا ما كيجيبهاش راه خاصك تدخل الفيسبوك ديال الاصدقاء ديالك وتشوف لو جونغ دو بارطاج الحوايج اللي كيبارطاجيو والالغوريثم
كيلعب دور كبير، لان الالغوريثم ديال لي ريزو سوسيو كيخلق لك كيخلق لك كيبقى يخرج لك في سوا في لي سوجيستيون ديال لي زامي، سوا في لي سوجيستيون ديال لي فيديو، سوا في لي سوجيستيون ديال لي بوبليسيتي، كيخرج لك غير داكشي اللي انت كتامن به ولا كتشوفو على مر الايام، يعني ما كيطورش منك. الور الا انت كنت باغي تطور من راسك خاصك تخدم على واحد لو ريزو سوسيال اللي كيتماشى مع المبادئ ديالك والقيم ديالك وحتى لي كوز اللي كتدافع عليهم كل يوم. من واحد التجربه بسيطه، في واحد الوقت معين كنا كنديروا انشطه في الجمعيه، جمعيه العابرون لاسوسياسيون باساجي اللي كنخدم معها في مدينه وجده، وكنا كنقولوا لا باس احنا نديروا انشطه صغيره ولكن اشاك فوا خاصنا نبارطاجيوها بان تيكست مزيان، ان بيست اوف مزيان، نبارطاجيو في لينكدين، نبارطاجيو في انستغرام، فيسبوك، وحتى نقلبوا على ارقام الهواتف ديال صناع القرار لانهم كيخدموا بزاف بالواتساب، لان الواتساب كيخدموا به بزاف فريمون، وكنصيفطوا لهم لي فيديو ديال الشباب اللي كيخدموا. مع مرور الوقت بقينا كنحسوا زعما صراحه صانع القرار ما كيعطيكش الضوء الاخضر من النهار الاول، خاص الشباب يصبروا. فاش كنقولوا يصبروا كنهضروا على عام، عامين، 3 سنين، حتى 10 سنين، لا مارج راها كبيره ولكن زعما ضروري نصبروا عليها. هاد صانع القرار هذا شنو كيدير؟ عنده واحد سياسي عامه ولا رجل السلطه كيكون عنده واحد البديهه كبيره، شنو هي؟ هو انه كيشوف الحاجه كيخليها في راسه، وداك النهار اللي كيحس بانه يقدر يستغلها في واحد الموضوع معين غادي يرجع عليك انت الاول. هذه عبر التجربه، زعما واخا ما كيجاوبكش في لاستون تي في ذاك الوقت اللي كيشوف فيه المعلومه كيرجع لك من بعد. فمثلا كانت في واحد الوقيته منع كبير ديال لي فريس وديال الجداريات في المنطقه الشرقيه وفي مدينه وجده اللي كنعرفها مزيان. نهار اللي ولاو كيعرفوا بان الجداريات تقدر تحمل واحد لي ميساج وتقدر تعاونهم في السياسات العموميه ديالهم، رجعوا هما كيقلبوا على الجمعيات اللي يقدروا يديروا الجداريات ولاو كيعطيوهم ترخيصات ويشجعوهم. في واحد الوقت نهار اللي في الاول كانوا لي زاكتيفيتي ديال الشباب، الانشطه الشبابيه ممنوعه في الساحات العموميه وحتى في الاماكن المغلقه. نهار اللي خرج جلاله الملك بواحد الخطاب اللي كان اكد فيه على التراث اللامادي واكد فيه على دور الشباب في هذا الشيء، السياسات العموميه كامله اتجهت لانها ترجع لدوك الشباب اللي كانت مليجليجياهم في واحد الوقت، وقالت لهم اجيو نشوفوا شنو نقدروا نديروا اونصومبل. ولكن شنو كتلقى؟ شنو كيلقى صانع القرار منين كيبغي ياخذ بحال هذه القرارات اللي كتامبليكي الشباب في السياسات العموميه؟ كيلقى مع الاسف اقليه اللي عندها الادوات باش تقدر تعبر على الاراء ديالها، وكتعبر على الاراء ديالها في غالب الاحيان الشخصيه اللي ما كتهمش الجماعه. سو كيفي صانع القرار المرجع اللي عنده ماشي كريديبل، ما عنده حتى شي مصداقيه في التيريتوار اللي كنخدموا عليه. هنايا اللي كنرجعوا نهضروا على الدور ديال المجتمع المدني خاصه الشبابي ولا اللي كيخدم مع الشباب، كيفاش خاصنا نرجعوا باش نكونوا واحد القاعده شبابيه كبيره اللي كتعرف شنو هو الترافع، اللي كتعرف شنو كيفاش دير تكتب ان تيكست ولا ان ستاتيو اللي يقدر يفهمه صانع القرار، واللي يقدر نهار اللي يوقف قدام صانع القرار يعطيه واحد الملف مطلبي ولا يترافع على واحد القضيه معينه باحسن طريقه. لان وسائل التواصل الاجتماعي كتبقى غير داك لو بوين دو ديماراج، غير الانطلاقه ديال الحوار. من بعد هذاك الشاب الا كان غير كيبارطاجي لي زانفورماسيون بطريقه عشوائيه ما غاديش ياخذوه على محمل الجد صناع القرار، ولكن الا كان كيدير واحد العمل اللي هو مدروس مزيان واللي كيختار فيه الكلمات اللي كيستعمل، بمعنى هذاك صانع القرار الا دخل وشاف هذيك الخدمه ديالك راه غادي يكون هو مجبر انه ياخذ معك يدخل معك في تواصل. غير نهار اللي يدخل معك في تواصل خاصك تكون انسان اللي عنده قيم واللي عنده مبادئ اللي متشبت بها باش يقدر انه يدافع على لاكوز ديال الشباب بصفه عامه، وما يدخلش في داك الانديفيدواليزم والحاله الفرديه اللي كيبقى يدافع فيها على واحد لي زانتيغي بيرسونيل. كنظن بان عندنا واحد الحظ كبير اليوم اننا في واحد الوقيته اللي كيامنوا بها كاع الناس بلي ريزو سوسيو،
ما كنهضروش على 10 سنين هذه ولا 12 عام فين كانوا والدينا ما كيستعملوا حتى شي حاجه. اليوم والدينا واخا كبار فلاج كيستعملوا الفيسبوك كيستعملوا انستغرام، وحتى السلطات ولاو كيستعملوا بحال هاد في مواقع التواصل الاجتماعي. باش نكمل غادي نعطيكم واحد لانيكدوت اللي كانت صرات لي. فواحد الوقت ما كنتش كنعرف باللي باش نديروا واحد النشاط في الاماكن العموميه خاصو ترخيص. سكيفي حنايا كشباب مع داك الاندفاع اللي فينا درنا لافيش، جبنا انفوغرافيس، درنا اون فيديو وداكشي وصيفطناهم في لي ريزو سوسيو في فيسبوك. فاش صيفطناهم في فيسبوك الغد ليه كنتلقاو واحد المكالمه هاتفيه من عند القائد، من عند القائد شخصيا. السلام عليكم، رحنا شفنا واحد البوست فيسبوك ديالكم راه غديروا واحد النشاط في واحد المكان معين. قالنا الا كان ممكن تبدلوا المكان لان ذاك المكان راه فيه اقامه الملكيه وما بقيناش كنديروا فيه الانشطه ايتترا ايتترا. انا كنظن بان هاد المعلومه الى وصلتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خاصنا غير نكونوا عارفين شنو كنديروا لان راهم كيشوفوا مونتو لي كارهم كيشوفوا. انا ما حدهم كيشوفوا، غنحاولوا حنايا نوليو دو فغيز انفلونسور باش نقدروا نوجهوا القرارات ديالهم في المستقبل ان شاء الله. وشكرا totalement vrai c'est le هدف. يعني يختلف تاثير شبكات التواصل الاجتماعي بالمكان الاخر، ومع ذلك لا ينفي هذا تاثيرها بشكل من الاشكال صراعات القرار. كيما لكم سي رمسيس، ما رايكم في تاثير شبكات التواصل؟ تحيه، متفق كثيرا مع شنو قال الصديق دريس، ولكن انا بغيت ندير واحد الاضافه بان شبكات التواصل الاجتماعي يعني هي عندها واحد التأثير مهم جدا في صناعة ماشي غير القرار ولكن في التأثير على صناع القرار. يعني شنو هو مواقع التواصل الاجتماعي؟ ملي كنهضروا على انه ان كومينوتي، يعني واحد المجموعة الناس، وإلا مشاو مجموعة الناس اتفقوا مثلا اتفقوا على حاجة انه يتجمعوا فيها ويخرجوا ليها، من الضروري انه صناع القرار مثلا ملي كنهضروا مثلا غادي نهضروا على نبداو المجالس الجماعيه، مثلا المجالس الجماعيه منين غيكون عندها شي قرار مثلا ديال اعدام شي حديقه، وناضوا مجموعه ديال الشباب اتفقوا انهم في الفيسبوك بداو كيشوفوا بانه لا ديك الحديقه ما خصهاش تمشي وهذه وهذه، كينوضوا كيتجتمعوا وكيديسيديو على خطوات اخرى، إما الضغط بوقفات احتجاجية، إما لقاء مع المسؤولين من أجل مناقشة هذا الأمر هذا، ويمكن يعطي نتيجة. وكاين أمثلة كثيرة على الدور اللي دارته مواقع التواصل الاجتماعي في تغيير بعض القرارات سواء الصغيرة أو الكبيرة. كنهضروا مثلا على القانون الأخير، قانون تكميم الأفواه الأخير، لولا مواقع التواصل الاجتماعي ما كانش غادي يوقع داك الضجه، وكان غيدوز مرور الكرام، وانه فعلا غيطبق رغم انه فيه واحد تكميم الافواه، واحد الحد من حريه التعبير اللي كبير بزاف. ولكن الناس منين وكانت اون بلوس كانت في وقت كورونا، يعني حتى البادره باش انه يخرجوا ويوقع احتجاجات ولا يكونوا داكشي ما داش، بالعكس غير تجمعوا الناس وبداو كيعبروا ونضموا مفكرين، نضموا أساتذة، نضموا سياسيين اللي رفضوا هذا القانون هذا. ألوغ هنايا كيكون الدور ديال مواقع التواصل الاجتماعي. هنا ممكن مواقع التواصل الاجتماعي إلا قدرنا، إلا بعدنا شوية على ما يسمى اليوم بروتيني اليومي وما يسمى بذاك التخربيق كامل، وجهنا لهذا الشيء، وجهنا للتعريف بمجموعة القضايا، وجهنا للدفاع على المصالح سواء ديال المدينه ولا ديال البلاد، سواء على مصالح الشباب، هنا يكمن القوه ديالو، هنا تكمن القوه ديالو. اما اذا بقى غارق بعيدا عن مجموعه القيم، مادام كنناقشوا القيم وبدا غارق مجموعه ديال التفاهات وهذيك، لن يكون له تاثير. لان خص نكونوا عارفين واعيين اليوم بانه الناس سواء ناخذوا قلت من الصغير للكبير، من رئيس مجلس جماعه من الى رئيس الحكومه، الى لقى الفيسبوك ما مسوقش ولا المواقع التواصل الاجتماعي ولا الشباب ما مسوقش، راه ماذا به هو لانه غيدوز القوانين، غيدوز المشاريع اللي بغى دون تاثير. لهذا هنا ضروري الانتباه لهذه القضيه بان مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في صناعه القرار، لها دور كبير في التغيير ديال مجموعه ديال الامور، ولكن
خص يكون بعقلانيه ماشي باندفاعيه، لان بعض المرات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كتشوفوا مزايدات سواء سياسيه سواء ايديولوجيه اللي كتخلينا اننا بالعكس عوض اننا نقدموا التغيير اننا نحاولوا نغيروا كيوقع تراجع. عندي الحظ انه في مدينه الناظور مجموعه ديال المبادرات اللي خرجت من مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا من غير انه نهضروا على التاثير، كاين مبادرات ديال مثلا ديال القراءه خرجت من مواقع التواصل الاجتماعي، كاين مبادرات كما قال ديال مثلا ديال رسم لوحات، كاين هذا الشيء مزيان ولكن يجب تاطيره اكثر فاكثر. كاين القضايا الاجتماعيه كذلك ما ننساوهاش، لان ملي كيكونوا شي قضايا اجتماعيه شحال من واحد يعني كان مظلوم، وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي تقدر انه يتعرف القضيه ديالو والظلم ديالو انه يتراجع فيها. يعني حتى على مستوى صناع القرار كاين الكوتي الاخر على المستوى تحريك المساطير. اليوم مثلا الى شفنا بانه شحال من شفار شحال من مجرم شد بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، انه واحد كان داير لايف مثلا شدو شفار في الطريق كيزول ساكن شي وحده، البوليس كدير مذكره بحث كيتشد. هذا من بين الامور اللي كاينه تاثير على صناع القرار. مثلا القضيه ديال واحد مول تريبورتر في كازا مناوشه مع البوليس يضربو استدعاه الحموشي، وبالتالي وقع صلح. لو كان ما كانوش مواقع التواصل الاجتماعي ما كانش يوقع هذا الشيء. يعني هنا خصنا نعرفوا بان هذه مواقع التواصل الاجتماعي عندها فوائد كثيره يتم الاستغلال ديالها والتأطير ديالها بعقلانية، ولكن في نفس الوقت عندها سيئات كثيرة واللي هضرنا منهم هما الإشاعات مثلا. وشكرا. زيان تي سبقى معايا من فضلك. كمتتبع المواقع الافتراضية بدرجة أولى، ما في نظرك ماذا يريد الشباب وكيف يعبر عن احتياجاتهم؟ مواقع التواصل الاجتماعي اليوم دابا إلا جينا صراحة إلا جينا دابا نشوفوا ونوضعوا حدانا ونشوفوا مثلا في اليوتيوب شنو هو التوندونس، شنو اللي كاين في البوندوس، غادي يكون عندنا واحد الصوره سوداويه. غتكون عندنا واحد الصوره سوداويه لان كنشوفوا بان الشباب متبع الحوايج التافهه، اما كما قلت روتيني اليومي واما بعض الاغاني ولا هادي ولا هادي. ولكن في نفس الوقت ما نكونش يعني لهذه الدرجه السوداويه، بالعكس، لان علاش؟ شي مرات حتى الشاب الواعي كيمشي او اللي باغي منتوج زوين كيمشي عند داك كيقول اجي نطلع عليا اش كيشوفوا الناس، اجي نشوف هاد الطوندونس شنو فيها. وهذا كنعتبره انا خطا، لان باين من العنوان كيفاش دوزت نهاري ولا اجي تشوفوا تعرفت على هذه، راه باين شنو كاين. يعني يعني كشاب او كواحد باغي ينمي ذاته باغي ينمي قدراته، من الاحسن ييفيتي دوك النوعيه ديال المواضيع. ولكن في نفس الوقت كما قلت كاين محتوى زوين، كاين محتوى زوين اللي كيطلع حتى هو الطوندونس. مثلا كانت مؤخرا واحد الماده اللي فريمون زوينه بزاف ديال مصطفى سوينغا اللي معروف هو سوينغا واللي معروف اجي تفهم، كانت ماده على الحكايه الامازيغيه ديال الغول ومع اسماء المنور، وطلعت لا توندونس. يعني ملي كتشوف هاد لا توندونس كتفرح، علاش؟ كتقول مازال كاين وسط الشباب، لان الاغلبيه شباب، مازال كاين اللي متبع، مازال كاين اللي باغي انه شي حاجه زوينه. لهذا قلت هذا الفيسبوك وهذه مواقع التواصل الاجتماعي هي عالم مصغر. كما كاين في هذا العالم الحقيقي والواقعي ناس كيبحثوا على اشياء تافهه على الاخر، كاين واحد النوع ديال الشباب كيبحث على يتقف راسه، كيبحث انه يكون راسه على معلومات جديده، وكتتاح له الفرصه في هذه مواقع التواصل الاجتماعي. غير هنا بالضبط هو الدور ديال مثلا الفاعلين المدنيين، الدور ديال المثقفين، الدور ديال الاعلام كذلك، لان الاعلام كيلعب واحد الدور خطير. انا يعني باش نعترفوا اليوم مثلا في الاعلام كنقلبوا على مواضيع البوز اكثر ما هي مواضيع الثقافه. علاش؟ لاننا كنجيبوا لي فيو، باغيين لي فيو، باغيين الربح. عوض انا ما ندير مقال فكري ننشره كنمشي نقلب الاول واش كاين شي حادثه، واش كاين شي بوز، واش انقر هنا قبل الحادث وهذه وهذه. يعني حتى الاعلام عنده هذا الدور، وحتى المجتمع المدني عنده هذا الدور ديال التكوين، وحتى الاحزاب السياسيه خص ترجع لدورها، رغم ان اليوم الشباب فقد الثقه في المنظومه السياسيه اللي كاينه. يعني كنقول بانه كاين امل، كاين ناس اللي باغيه توعيه ديال ذاتها، ولكن في نفس الوقت اليوم ما هو طاغي اكثر
الطاغي يعني التفاهه والحوايج اللي ما غتزيدكش ما غتزيدك غتضيع لك الوقت وما غتزيدكش. وشكرا. شكرا سي رانسيس. امر لاعطى الكلمه السيد الهاتف، ما رايكم كيف يعبر الشباب عن احتياجاته في ظل شبكات التواصل الاجتماعي؟ انا كنظن ان تختلف طرق التعبير، ولكن الهدف واحد هو ان الشباب كيبقى دائما واحد الشباب اللي باغي الحريه ديالو، باغي حريه التعبير، باغي حريه ديال لي زاكت ديالو، ديال شنو كيدير زعما مهما كان. وكنجيو نديرو قراءه شامله لجميع المعطيات اللي كنقراو في وسائل التواصل الاجتماعي، غادي نلقاو بلي هذه هي لا غيزون الاولى اللي كتخلي الشباب انه يعبر بطريقه او باخرى. فاذا كاين عندي في الفيسبوك مثلا ما يقارب ال5000 صديق اللي كيكون فيهم 80% العمر ديالهم يقل عن 30 سنه، كنلقى بزاف ديال المضامين اللي كتهضر من الناس اللي كتهضر على كرة القدم، من الناس اللي كتهضر على لي طوندونس اللي كاينين، ولا الموسيقى ولا اي حاجه. وكل واحد كيستعمل واحد لو ريجستر، واحد النوع ديال الكلام اللي كيمشي من لغات اجنبيه للغه ديالنا للكلام الفاحش في اوقات اخرى. بمعنى عندنا واحد الهوه كبيره في طريقه التعبير، ولكن هذه طريقه التعبير هذه ما يمكننا نهضروا عليها الا اذا شفنا شنو حنا كنديروا لهاد الشباب باش يقدروا يهضروا بواحد اللغه مفهومه ولغه مقبوله من طرف الجميع. وسائل التواصل الاجتماعي هي واحد لو شون ليبر، واحد المنطقه حره اللي كيدخل اي واحد فيها كيعبر فيها باي طريقه بغى. ولكن الى كل واحد فينا قدر انه يتفادى انه كما قال رمسيس يتفادى انه يقرا هذاك المضمون اللي ما زوينش، ويلا وصلنا كاع اننا نسينيالي ودوك المضامين اللي فيها واحد الكلام فاحش وطريقه ما زويناش، واننا نسوبريميو الناس اللي كيديروها ونبلوكيوهم، كيبقى واحد الحل من الحلول. ولكن ماشي حل كامل، لان غادي نبلوكيهم انا اليوم غادي يلقى 10000 واحد اخر اللي غادي يقدر يتشارك مع هذا المضمون. شنو خاصنا نديرو باش يقدر يكون الطرق تكون مزيانه؟ انا كنظن كاين واحد الحل من الحلول اللي كانت دارت مجمعيه رساله الفن بتمويل من الاتحاد الاوروبي في اطار مشاركه مواطنه مع لينوبس، هي اكاديميه صناعه المحتوى. هذه اكاديميه صناعه المحتوى اللي هي واحد البادره شبابيه محضر اللي كتعطي للناس بعدا الادوات، كتقول لهم باللي كاين المحتوى اوديو، محتوى اوديو فيزوال، محتوى ديال الصوره، محتوى ديال التكست. كدير لهم مسابقات، دارت مسابقات في احسن محتوى. وكنظن الى مشينا في هاد النطاق ديال ان مره كل جمعيات المي اون فالور تعطي واحد القيمه لواحد المحتوى زوين، ولا كل واحد فينا فرديا كيقول باللي هذا المحتوى مزيان، كنظن ان دوك الناس يسيغون انفلونسي، غادي نقدروا ناثروا على الطريقه ديال التعبير ديالهم، مع العلم ان الهدف ديالهم واحد هو انهم بغين يعبروا على الافكار اللي كاينه في الخواطر ديالهم. ولكن الا بقينا كنرجعوهم للور وكنربوسيوهم غادي يكونوا بلوز اغريسيف، غادي دائما يبقاو في واحد منطقه دفاع وكيدافعوا على راسهم باشرس طريقه. واشرس طريقه بالنسبه ليهم هو انهم كينشروا الحقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الا قدرنا نحتضنوا اكبر عدد ممكن، وكل واحد فينا يحس براسه مسؤول ولا عنده واحد الجانب من المسؤوليه في الشراسه وفي الطريقه اللي كيعبر بها شخص معين ولا شاب معين، ما غاديش نكونوا في واحد العلاقه ديال انه يكون خصم ديالك، لا غادي تحس به بلي واحد الشاب اللي هو صديق ديالك ولد البلاد ديالك اللي باغي تشوفه في احسن صوره. وشحال ما قبلنا ودينا هذه المسؤوليه على العاتق ديالنا، اننا كنقولوا ان هذاك الشاب ما حدو مازال ما دخلش في واحد ما قدرش انه يعبر عن الافكار ديالو باحسن طريقه، هذيك راه مسؤوليه ديالي، ما غنديروا حتى شي حاجه. وهذا هو المشكل، كتلقى كنبقاو كابرين بهاد القضيه، جو اون سون فو من داك الشيء، كتقول لا الحريه الشخصيه ديالو، لا الحريه الشخصيه ديالو ماشي هي هذيك الحريه الشخصيه ديالو، كتبقى في الطريقه اللي كيعبر بها. ولا قدرنا اننا ندفعوا الشباب ديالنا للامام، غادي يكون عندنا احسن محتوى واحسن
بروفيل ديال الناس اللي يقدروا يكونوا ان شاء الله سياسيين وصناع القرار في المستقبل ويعطوا احسن القرارات. في الهدف نقدروا نقولوا اليوم بان من شبكات التواصل الاجتماعي شكلت منصات كيتفاعلوا من خلالها المسؤولين اللي تروح. لا ديغنيغ بارتي ديال لا كيستيون ما سمعتهاش مزيان. تفاعلوا واش تقدروا نقولوا اليوم ان شبكات التواصل الاجتماعي شكلت منصات كيتفاعلوا المسؤولين من خلالها مع الاسئله المطروحه واسئله التواصل. بطبيعه الحال انا غادي نهضر على واحد التجربه ديال اللي قامت بها الجمعيه ديالنا مؤخرا اللي هي يلا شباب. يلا شباب اللي خلقنا واحد منصه حوار اللي كانت في الاولى ما بين الشباب والشباب. من بعد لقينا باللي الحوار ماشي مكتمل لان الا بقينا الشباب كنهضروا مع بعضياتنا بحال كندورو في نفس المنطقه. اختارينا اننا نزيدو نغامروا شويه. في الاولى جبنا شباب اخرين, شباب مقاولين, شباب اللي مشاو في اون كارير بروفيسيونيل باش يجيو يتبادلوا التجارب ديالهم مع هاد الشباب هادو. ومن بعد قلنا علاش لا نجيبوا سياسيين ولا صناع قرار يزيدوا حتى هما يلتحقوا بنا في هاد الحوارات. كانت سلسله ديال 7 الحوارات في الوقت ديال الحجر الصحي اللي كانوا حضروا فيهم معنا صناع قرار محليين جهويين وحتى وطنيين في شخص بعض الأسماء من وزارات معينة أو وزراء في حد ذاتهم كالسيدة نزهة الوافي ولا السي محمد مباركي ولا الناس اللي جاوا كانوا كيتناقشوا مع الشباب في المواضيع ديال الشباب. فهضرنا على المقاولات عند الشباب, هضرنا على شنو ناقص الشباب في المجال اللي كيعيشوا فيه, وكانت واحد القابليه كبيره ما تقدروش تصوروها. ولكن شنو كان خاصنا نعطيوهم؟ كان خاصنا نعطيهم الثقه بان احنا اوميتريز, بان كان بعدا اوميتريز لوتي, لان فاش ما كتكونش لوتي كيوقعوا فيه مشاكل وكيوقعوا فيه عطب تقنيه بزاف, كل واحد كيليس طومبي بان ما غاديش يجيك. اننا اوميتريز لي تيماتيك ديال الشباب, المواضيع ديال الشباب عندنا بهم درايه وعندنا واحد لاسيبل اللي كنخدموا معاها, وان ميم طون كتعطيهم واحد الامثله اللي خدمت عليهم من قبل. فاش كتصيفط لهم هذه الامثله مثلا كيامنوا بالمشروع ديالك وحتى هما كيجيو. بمعنى كنظن بان صانع القرار اليوم خاصة مع اقتراب الانتخابات كيبقى متاح, كيبقى التواصل معه سهل, ولكن غير خاصنا نجبدو منه لو ماكسيموم. كيفاش نديرو واحد الحوار جماعي؟ ماشي كنعطيو الكلمة للشباب, كنديرو لو ريزوطاج لو نيتوركين, لان شي مرات راه صانع القرار ما كيعرفش لو تيريتوار اللي كيخدم عليه 100%, وخاصة ما كيعرفش الشباب ديالو شنو هما المشاريع اللي كيحملوهم سواء داخل أرض الوطن سواء خارج أرض الوطن. يعني فاش كتحطهم في واحد لي بلاتفورم دو ريزوطاج فين كتكون عملية تشبيك مدروسة مزيان, غادي هذاك صانع القرار اللي كان يعطي لي مارشي غير بحال هكذا واللي من ما بغا والأصدقاء ديالو كيولي آمن بأن كاين شباب أخرين اللي يقدروا يستافدوا من هادشي. حتى هو راه كان شاب, كان ولد المنطقة الشرقية وخدم على لا كارير ديالو, علاش لا اليوم ما يجيش ويتحاور؟ لان هذا ماشي تواضع منه, لا هذا واجب عليه. هذا هو اللي خاصنا نهضروا عليه اليوم, هو ان فاش كيجي عندك واحد الوزير ولا راه ماشي لحقاش قال تواضع مساكن الشباب, لا هاد لي تيرم ديال مساكن الشباب والشباب على المجتمع والشباب خاصنا نعاونوهم وخاصنا, لا الشباب خاصنا نديروا يدنا في يدهم باش نقدروا نخدموا كاملين البلاد. راه لان صانع القرار ما كيسوى حتى شي حاجه بلا الشباب, وهذا الشيء اللي شفناه اليوم, لان الشباب كيبقى دائما ميزاجور مع المجال الرقمي ومع ما هو ابداعي ايتترا. وحتى الشباب ما يسوى حتى شي حاجه بلا تجربه الناس اللي كبار, لان خاصو يتعلم وتكون عنده واحد الصوره اللي يقدر يتبع الخطه ديالها في ميادين معينه. وكنظن ان ما على الجمعيات الا انها ولا اصحاب المبادرات انها تتجه نحو صناع القرار ودير تشبيك بينهم وبين المبادرات الشبابيه, وما غادي يكون غير خير ان شاء الله. وصلت الفكره سي هاد, نكون ممتنه اذا خليتي رساله للشباب كختام ككلمه اخيره في حلقه اليوم. القيم كتبنا, انا كنظن ان القيم كتبنا نهار على نهار, وشحال من مره فرصينا قوينا من القيم ديالنا كنكونوا كنحميو راسنا حنا
من بزاف ديال التبعات ديال الحوايج اللي كي سو باس اوتور دو نو. ولكن كنظن بان الشباب اليوم خاصو يكون متيقن من تايق في القوى ديالو في مكامن القوى ديالو، ولكن خاصو يكون واعي بنقط الضعف ديالو، لان الشباب اليوم عندهم نقط ضعف كثيره وكثيره وكثيره بزاف، ما كيقدروش يترافعوا، عندنا مونك دو كومونيكاسيون، ما كنقدروش نتواصلوا، لان تعلمنا نتواصلوا غير ما بيناتنا بمعنى صافي توالفنا داك الشيء. خاص الشاب اليوم يوعى بنقط الضعف ديالو، يديفلوبيها، وما عمره يقول راني وصلت، لان اخر المطاف حتى كتموت عاد كتشوف اللور. ما حدك في هذه الدنيا راك كتطور من الادوات ديالك باش تكون احسن مثال سواء العائله ديالك سواء ولادك سواء المجتمع ديالك بصفه عامه. شكرا لك، شكرا لمرورك الغني استاذ الهاد. امر للسي رمسيس، وسي رمسيس هل ترانا اليوم منصات وشبكات التواصل الاجتماعي خلقت منصات التواصل بين المسؤولين والجماهير؟ بطبيعة الحال ما يمكنش حتى واحد ينكر بأنه اليوم، بأن سواء من طرفين، خصوصا أن اليوم السياسيين أو المسؤولين كذلك يعتمدون بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في حملاتهم الانتخابية، سواء في تمرير مشاريعهم، وحتى الأحزاب السياسية سواء الإيديولوجيات ديالهم، يعني لقاو أنه مساحة. اليوم عوض ما كان غيتواصل مع 50-60 واحد في مقر مغلق كيعتمدوا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد انه مؤخرا ولاو كيعتمدوا حتى هما على تقنيات اللايف، على تقنيات يعني كتلقى حزب عنده كونت فيسبوك في انستغرام في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كتلقى سياسي دابا عنده باج اوفيسيال ديالو تما كيصرف المواقف ديالو تما كيطرح الافكار ديالو تما كيقول البرامج ديالو. في نفس الوقت بالنسبه للشباب المتتبع، للشباب ينتقد، يحلل، يعطي آراءه، هذا عنده متابعين ديالو، هذا عنده مؤيدين، هذا عنده معارضين، وبعض الأحيان كنلقاو بأنه ملي كتكون شي قضية كبيرة كيتحول هذا الفضاء سواء الفيسبوك سواء خصوصا الفيسبوك أو تويتر، كاع الانستغرام عنده صيغة أخرى، ولكن خصوصا هاد جوج المنصات ديال التواصل الاجتماعي كنلقاو أنه بحال إلا تحول إلى واحد قاعة ندوات كبرى، ملي كتكون شي قضية كبرى كيتم المناقشة ديالها فعلا بين السياسي والشباب أو بين السياسي والجمهور. دابا ولات مواقع التواصل الاجتماعي في الكثير من الأحيان وسيلة للتواصل، بل نقدر نقول بأنه اليوم يكفي أنك كتكون في حومتك مثلا وكتلقى الحومه مثلا فيها ضرر في الشارع، ولا كتنوض كتصورها وكتبارطاجيه في فيسبوك، كيتزاد يتبارطاجا، كيشوفوا منتخب، كيشوفوا مستشار جماعي، كيدير لك كومونتير. هاد التواصل اللي ما كانش كان قبل غير باش تشوف رئيس جماعه سواء حضاريه ولا قرويه ولا برلماني، كان خصك دير رونديفو على 6 شهور عاد تشوفو. دابا بالعكس غطاقيه في فيسبوك كيشوفو، كيكون مجبر انه يجاوبك وانه يدير الكومونتير. وشحال من مره وقعت هذه كنشوفوها بان حتى مسؤولين وزاريين ولاو كيديروا كومونتير، ماشي حتى كيقولوا ستاتيو، كيلقى شي موضوع كيقول لا راه غلطوا في هذه كيصحح هذه المعلومه او يدافع او يعطي وعد. يعني هذه القضيه فعلا وفرتها منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك مع نقدروا نقولوا انا وفرتها حتى انه الناس اللي كيفكروا بنفس الفكر او بنفس الايديولوجيا او نفس التوجه انهم يتلاقوا، لان هذه شحال كان صعيب تلقى واحد انه يدعمك في مشروع او انه يدعمك في فكره، ولكن يكفي اليوم انك تلوح مشروع يوقع شويه ديال البارطاج، غتلقى الا ما لقيتيش 100 غتلقى 10 متبعينك باغيين نفس الفكره، باغيين يدعموك في نفس التوجه. سي رمسيس كلمه اخيره وكختام لهذا الشيء، نحن ممتنون بشكل من الأشكال لمنصات التواصل الاجتماعي وخاصة على الجانب الاجتماعي والإنساني، متفق معي؟ نعم، نحن ممتنون بشكل من الأشكال لمنصات التواصل الاجتماعي. بطبيعة الحال خصنا غيرت الكثير، صراحة غيرت الكثير مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على المجال الاجتماعي والإنساني. على مستوى المجال الإنساني والاجتماعي اليوم مبادرات كيقوموا بها يعني ما نسميهم يعني اللي عندهم لانفلونس داخل
تأثير داخل شبكات التواصل الاجتماعي سواء في انستغرام سواء في الفيسبوك. كنشوف بانه مثلا دابا على ابواب العيد كاين مبادرات اللي انطلقات من مواقع التواصل الاجتماعي ديال اضاحي العيد بكثره. كاين منين كان فيروس كورونا كان دعم للعائلات، شري الدواء، دعم للقفاف، كاع هادو من مواقع التواصل الاجتماعي. وفعلا نحن ممتنين لمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الجانب، في هذا الجانب هذا. وكلمه اخيره كنقول يعني نرجعوا لواحد المحور من المحاور ديال الاشاعه، انه تكون تما المسؤوليه، لان نهار غتنشر اشاعه راه غتضر راسك الاول، عاد كتضر بزاف ديال الناس موراك. يعني الانسان قبل نشر اي حاجه يتاكد، قبل ما يدير داك البارطاج يتاكد. قلتها ونعاودها، واخا هذاك البارطاج اللي غاتوي ولكن راه ممكن يخرج على عائلات، يقدر يكون سبب مشكل كبير، يقدر يسبب اشكاليات كبرى. لهذا بنادم خصيت واخا الحذر. وهذه هي الكلمه الاخيره ديالي، ومازال نقولوها، مازال كاين خير في الشباب، والشباب ممكن 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 ان يصنع يعني واحد الجيل جديد، واحد مغرب جديد كما كنشوفوا حنا. غير خص يكون هذاك الاندفاع شويه، يفكر بالمنطق شويه، انه ما يكونش غير مندفع، يحلل مزيان عاد يدير لاكسيون. وشكرا. شكرا لك سي رمسيس، شكرا للاستاذ الهاد، شكرا للسيد رئيس جمعيه تيزغناس للثقافه والتنميه سي عبد السلام المختار، شكرا للمنسق الجهوي لبرنامج مشاركه مواطنه سي بن يونس زناسني، شكرا للمكلف بالتواصل بالمديريه الاقليميه لوزاره الشباب والرياضه بالناظور سي سعيد السياح. شكرا لكم جميعا، شكرا للحضور الكريم، شكرا للداعمين الاساسيين والرئيسيين في لهذا المشروع اسمع لي ولبرنامج المشاركه المواطنه. نضرب لكم مواعيد ومواعيد اخرى تهم الشباب، من الشباب الى الجميع. دمتم في امان الله، وكلنا امل في غد افضل ان شاء الله.